طيب من ال من الناس اللي حصلوا ذاته مراحل بعيدة غير الشري جابت لها مصايب تاني في مقطع تاني مقطع ضد الضعيف شغله ده بيحلف لهم بالطلاق قال انه قال شات حيخشوا الجنة كده شوف براك شوف الناس اللي وصلوا لوين طيب ده اسمه محمود وده الضعيف اظنه قاعد في الجريف هناك في شرق النيل وبيلملم الجماعه ديل ويقوم بالبدع والضلالات وحركات عجيبه ذاتها عرفتها وشغل ذاته ما بيعمله الرجال ولا الناس انسان سوي ما ممكن يعمل حركات زي قال شغله ده بتاع الكروبات ده قال لهم بسبب الشغل ده كلكم بتدخلوا الجنة قال علي الطلاق كلكم تدخلوا الجنة دي فتوى بعلي الطلاق لقيتكم انتوا عرفتها ده المذهب بتاع محمود ود الضعيف وده اخواننا ما يحتاج الى رد ذاته لانه اول حاجة حتى لو حلفت بالله ما بيجوز لك انك تجزم لاحد الناس لم يجزم له القرآن او لم يجزم له الحديث النبوي بأنه من أهل الجنة فتجزم له أنت من أهل الجنة ولذلك القرطبي ذكر هذه المسألة في تفسير سورة البقرة الآية 34 المسألة التاسعة قال وفيه أنه لا يجوز أن يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا الذي جاء فيه النص وجاء في ذلك حديث عثمان بن مضعون مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مش في جريفنا عرفتها شهيدا فقالت زوجته شهادتي عليك أبا السائب إن أنه من أهل الجنة أو كما قالت فقال لها قد غفر الله لك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم قالت والله لا أزكي أحدا بعدك أبدا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو سيد ولد آدم ولا فخر كيف بواحد الليلة يجي يجزم له بواحدين قاعدين يمدحوا بقصائد كلها شري وكلها بدع ورجيص وطريقة ذاتها البزعم إنا مديح والله ما ترضى في حفلة خليك من يكون ذكر لله كده شغل المقطع رقم 2 شوف الرجيس ده كيف هل ممكن يكون ده دي بتاع التصوف
وده يا اخواننا حال كثير او اغلب البشر في السودان، دعاء لغير الله سبحانه وتعالى واستغاثة بالمخلوق. وربنا سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وربنا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فده يا أخواننا لو الناس دائرة تنصلح ودائرة ربنا يصلح لها حالة، الناس يا أخواننا لابد يحاربوا هذه المظاهر الشركية والبدعية والفسقية التي تعارض القرآن وتعارض ما جاء به الأنبياء والمرسلون وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة بدأ بالتوحيد، ودي الدعوة الصحيحة، وده الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وده في ورد على كل علماني وكل مجرم داير يجي يصور لك إنه لو داير الدين خليك مع ده اللي بيكشح التراب في راسه واللي بيطلب من الشيخ ويعبده من دون الله واللي بيزغرد راجل يزغرد وواحد يرقص بصلبه واحدين يلعبوا في الهوبة واحدين يتباكوا للشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، دايرين يكون ده الدين، ده ما الدين ولا ده الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بما يصلح الدين والدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بعبادة الله وحده، ما جاءنا بطرق كثيرة وأحزاب وجماعات وفرق. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءنا لتتفرق الأمة ولتلهو وتلعب وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فلا بد نحارب هذه المظاهر وهذه الأفعال والأقوال وهذه الطرق والأحزاب والجماعات التي تشوه الدين والتي تنشر الشرك والفساد في الأرض. عشان كده ربنا قال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كانوا مصلحين ربنا عز وجل ما بيظلمهم ويهلكهم، وإنما يكون الهلاك إذا وقعت هذه المنكرات ولم تنكر في الأمة.